الكبير. من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. ضبط كوادر إرهابية خططت لأعمال تخريبية خلال انتخابات الرئاسة. الداخلية لا صحة لوجود 300 موظف إخواني بالوزارة. وكالة مخابرات عالمية تبرئ مصر من مقتل ريجيني. خالد العناني يكشف أسرار حتبت. وإليكم تفاصيل النشرة. ضربة جديدة ضد الإرهاب، حيث رصدت معلومات قطاع الأمن الوطني اعتزام عدد من قيادات الجماعة الإرهابية عقد اجتماع تنظيمي للإعداد لأعمال شغب وعنف خلال فترة الانتخابات الرئاسية، متخذين من أحد الأوكار بمنطقة أحمد كامل تقسيم ترتير بالمنصورة مقرا لعقد اجتماعاتهم التنظيمية. وباستهداف الاجتماع التنظيمي تم ضبط القيادي الإخواني فتحي عبد الحميد حسين وأربعة من كوادر الجماعة، وتم العثور بحوزتهم على 2000 دولار أمريكي و41 ألف جنيه مصري وجهازي لابتوب وسيارة وبعض الأوراق التنظيمية تحتوي على مخططات الجماعة خلال المرحلة المقبلة. كما أسفرت عمليات الفحص وتتبع القائمين على هذا التحرك عن تحديد مخزن الأدوات التي كانوا يستخدمونها في تنفيذ مخططاتهم وضبط القائم عليه الإخواني عمار إبراهيم البيومي مسؤول الحركة الثورية التابع لجماعة الإخوان الإرهابية بمحافظة الشرقية، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من الشماريخ ومحادثات الصوت والأقنعة. في سياق آخر، نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صحة ما نشرته صحيفة خاصة حول تصريحات نسبتها إلى مصدر أمنية، وزعمت أنه كشف خلالها تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد نحو 300 موظف مدني بوزارة الداخلية ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن هناك تنسيقا بين وزارتي الداخلية والمالية لإبعادهم عن العمل الأمني مع احتفاظهم بدرجاتهم الوظيفية وحقوقهم المالية. وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها يوم السبت عدم صحة ما جاء بالخبر جملة وتفصيلا، وأهبت بوسائل الإعلام تحري الدقة حول ما يتم نشره. وإلى قضية ريجيني، فقد نشرت شركة الاستخبارات العالمية الخاصة أكسفورد أناليتيكا التي تقدم خدماتها لأكثر من 50 حكومة تقريرا موسعا عن قضية مقتل جوليو ريجيني، مؤكدة أن التقارير التي ظهرت بعد عامين على مقتله كانت مضللة، حيث أعاقها البريطانيون لفترة طويلة ولم يتم التركيز على القضية إلا في اتجاه المصريين وهو التوجه الخاطئ. كما تقول الشركة في تقريرها أن دور كل من مها عبد الرحمن الأستاذة بكامبريدج ورباب المهدي الأستاذة بالجامعة الأمريكية ما زال غامضا، كما ساهمت جامعة كامبريدج نفسها بإعاقة التحقيقات، مشيرة إلى أن المحرض الرئيسي على مقتل ريجيني هو من حرض الحكومة الإيطالية واتهم السلطات المصرية. واختتمت الشركة تقريرها بالربط بين اكتشافات الغاز في مصر وبين مقتل ريجيني في اتهام مباشر للحكومة البريطانية على حجب معلومات مهمة تخص مؤسسات داخلها وتوجيه تقارير وشائعات ضد السلطات المصرية. كشف أثري جديد، حيث أعلن وزير الأثار خالد عناني عن اكتشاف مقبرة لسيدة تدعى حتبت كانت من كبار الموظفين ذات الصلة بالبلاط الملكي خلال نهاية عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة. وتحمل مقبرة حتبت جميع سمات عصر الأسرة الخامسة من حيث التخطيط المعماري والعناصر الفنية، وجدران المقبرة مزينة بمناظر ملونة. تصور حتبت في وضع الوقوف تستعرض مناظر صيد الطيور والأسماك، كما تظهر صاحبة المقبرة في مناظر أخرى وهي جالسة أمام مائدة للقرابين تستقبل القرابين المقدمة من أبنائها، إضافة لمناظر متميزة لقردين، حيث كانت القردة حيوانات مستأنسة في ذلك الوقت، أحدهما يجمع الفاكهة والثاني يرقص مع فرقة موسيقية كاملة. انخفاض حاد في سعر الدواجن، فقد قررت وزارة التموين تخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 17 جنيها للكيلو بدلا من 29 جنيها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية في مختلف المحافظات، في إطار حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار تقل عن مثيلتها في الأسواق الأخرى ولتخفيف العبء على المواطنين. قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان غدا الأحد،
تصدر هاشتاج عمان ترحب بمصر الكنانة قائمة أكثر الهاشتاجات تداولا على موقع التدوينات القصيرة تويتر بمسقط. وتتناول الزيارة التي تعتبر الأولى للرئيس السيسي منذ توليه مهام الرئاسة بحث ومناقشة سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تستمد قوتها من تعدد جوانب التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ختام النشرة، إلى اللقاء.